تواجه البحرين منتخب كوريا الجنوبية من ضمن مباريات الجولة الأولى في المجموعة الخامسة، وذلك يوم الاثنين 15 كانون الثاني يناير 2024 في الساعة 2:30 بتوقيت دمشق. من هم أبرز اللاعبين الذين سيعتمد عليهم مدرب البحرين خوان أنطونيو بيتزي الإسباني؟ أولاً كميل الأسود. يعد كميل الأسود قائد فريق الرفاع البحريني من الركائز الأساسية، حيث يجيد هذا اللاعب مهام لاعب الوسط والجناح الأيمن، وهو من العناصر الخبرة في صفوف الفريق البحريني. لعب 86 مباراة لبلاده وسجل فيها 12 هدفا. ثانيا علي مدن، لاعب نادي عجمان الإماراتي المعار من نادي الرفاع، لاعب خط وسط خطير وسريع. وهدف أول لمنتخبنا الوطني، الهدف الأول للمنتخب الوطني، خطأ دفاعي لا يغتفر. لاحظ اللمسة خاطئة لعلي مدن وصلت من أمام منطقة. أما أبرز لاعبي المنتخب الكوري والذين سيعتمد عليهم المدرب الألماني يورغن كلينسمان فهم: سون هيونغ مين، لاعب غني عن التعريف، مهاجم نادي توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي، واحد من أفضل الأجنحة في العالم، حاز على جائزة أفضل لاعب كوري 5 مرات وأفضل لاعب أسيوي 3 مرات، وكان هدافا للدوري الإنجليزي في موسم 2021-2022 ب23 هدفا مناصفة مع محمد صلاح. كيم مين جاي، المدافع الصلب جدا، قلب دفاع المنتخب الكوري، يجيد اللعب الرأس وخطر جدا أمام المرمى إذ يجيد التسجيل برأسه. لعب لأندية كثيرة مثل فنربخشة التركي ونابولي الإيطالي، ويلعب حاليا مع العملاق البافاري بايرن ميونخ. هوانغ هيتشان، المهاجم الخطير والذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في نادي وولفز هامبتون، وله تجارب سابقة في الدوري النمساوي والألماني في حصيلته 60 مباراة دولية و12 هدفا. في المواجهات السابقة خسر المنتخب البحريني في 14 لقاء أمام المنتخب الكوري، وفاز في 2 فقط، وتعادل الفريقان في 4 مباريات. ويبدو أن المنتخب الكوري عازم على حصد اللقب في هذه السنة، ويتطلع إلى إنهاء انتظار طويل للحصول على لقب قاري ثالث، وآخر لقب حصلت عليه كوريا كان في عام 1960. تبدو مهمة البحرين صعبة ولكنها ليست مستحيلة أبدا، فالمعروف عن البحرين عناده وصموده وعلو كعبه مع الفرق الكبيرة. وآخر لقاء بين الفريقين كان قبل 4 سنوات في كأس الأمم الآسيوية 2019 في دوري 16، وفازت حينها كوريا بصعوبة بعد التمديد بهدف كيم جين سو، بعد التعادل بهدف لهدف في الوقت الإضافي. ولكن نتمنى أن يتمكن الأحمر البحريني من تكرار ما فعله عندما هزم الشمشون الكوري في دوري المجموعات في كأس آسيا 2007. قد تكون المهمة صعبة ولكن ليست مستحيلة على الأحمر البحريني، مع كل التوفيق لفريقنا البحريني.